المنتخب الوطني المغربي يتمكن من الفوز على منتخب مالاوي بهدفين مقابل واحد، فهل يستطيع المنتخب الوطني المغربي بإكمال هذا المشوار حتى الظفر بلقب الكأس؟ لمعرفة هذا وذاك ابقوا معنا. اولا السلام عليكم. اخي صراحه ضيعوا شي فرص اللي ما خصهمش يضيعوا الصراحه، واذا كان شي منتخب اخر لا راه ما غيخسروا، ما خصهمش يضيعوا. اذا بقاو هيدا واش يقدروا يديو الكاس؟ واذا بقاو مثلا عوضوا الاخطاء ديالهم، داكشي اللي كان داكشي اللي ضيعوا اليوم ما يضيعوش، خصو داكشي كانت ماركه، راه ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله يكون الشعب كان خوفا من هذه المقابله مع مالاوي، لان منتخب مالاوي قوي. نظر كيفاش تغلبوا؟ انتينا شوفتي مع الدخله ماركاولهم، راه كمنتخب قوي زعما ما تحقرش. دابا حنا المنتخب ديالنا جا كيركز على هاد القضيه، من زعما نحقروش شي منتخب بحال كيما كانوا حقروا ديك منتخب بنين، هيدا كانوا يحقروا منتخب مالاوي. لا دابا الحمد لله ملي غلبوا والله العظيم. نظر شنو هما جوج اللاعبين اللي عطاو الشعب؟ عندك اشرف حكيمي مالك الكينغ ديالهم، وعندك سفيان بوفال ما كايناش. او ما كرهناش نشوفهم ملاعب يتشامل في المنتخب ديك الساعه، داك كمل الكيبو ديالو صح. ما كرهناش نشوفو حتى حموده، خصوصا حموده خصنا نشوفوها في كيبو صراحه. بلاصتو كاينه صراحه، انت كتشوف مثلا ملاعب يتشرطد ليه ما كايناش مثلا شي واحد تجبر من غير احمد حمود المناسب. والله الا المناسب مدخم عباري شي تما في كم ديك الساعه كمل الكيبو ديالو بصح صافي اخي. ديوان ان شاء الله. لا والله العظيم هاد الشات فرص اللي ضاعوا اليوم كانوا تماركاو، والله الا لا يكون منتخب واع. الله عليك لا تكاين، وشكرا بزاف. الصراحه المقابله كانت جد شيقه، والحمد لله تفوقنا بالهدف الثاني. جاف يعني في الوقت ديالو، والحمد لله ننتظروا ان شاء الله تكون المباراه القادمه تكون ان شاء الله احسن من هذه. الصراحه بزاف الله الا زعما المقابله الاخرى يعني خصنا ضروري نتفوقوا عليهم، كنا خسرنا ان شاء الله كنا غنمشيو بحالنا. وما كنظنش، ولكن نطلبوا الله يكون خير. صراحة الله المقابلة اليوم كانت مزيانة، منتخب لعب كرة ولكن ما الحظ ما ساعدوش، يعني ضيعوا فرص كثيرة، كان محقق للتسجيل، يعني كنا نقدروا نخرجوا بنتيجة كبيرة، يعني على الأقل كنا نخرجوا بواحد أربعان هذيك، والهدف جاء مبكر يعني خربق الأوراق ديال بعثر الأوراق ديال المدرب، يعني جاء هدف يعني على بغتة. المهم المنتخب قدم مباراة مزيونة. الأهداف اللي سجلت شكون سجلها؟ الأهداف اللي سجل الهدف الأول يوسف النصيري، والثاني عن طريق ضربة حرة حكيمي. جوج لاعبين كانوا الطب في المنتخب، أولهم حكيمي يعني بامتياز، والثاني بوفا اللي واخا ما ماركاش ولكن قدم مباراه شد جيده. واش كاين شي لاعبين اللي ما يستاهلوش انهم يكونوا في الارضيه؟ ما نقدرش نقول لك، يعني ما كان ماشي اختصاص ديالكو. كانوا اللاعبين ناقصين يعني صراحه الله، يعني عدلوا اخطاء والكره هي هذه. المهم المهم ربحنا. لا ما كنظنش، ولكن على الله نطلبوا الله وصافي، يعني باقي فرق قويه. اشترك الان في قناه اشواق وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.